نستعرض مع بعض نتائج مباريات الأسبوع السابع. نبدأ بمباريات الأمس وهي كالتالي: سموحة والإسماعيلي وفوز النادي سموحة 2، أنا آسف دي النهاردة، امبارح أنا آسف، فاركو يلقى هديمة من النادي المصري 0-1 ويتقدم باحتجاج نتحدث عنه بعد قليل. غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي 1-1، وبنفس نتيجة التعادل 1-1 الجونة أمام إمبي، وأيضا التعادل ولكن بدون أهداف مصر المقاصة أمام إيسترن كامباني، ثم المباراة الكبرى بين الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والتي انتهت بريمونتادا قوية للغاية لسيراميكا كليوباترا والتعادل 4-4. دي كانت نتائج الأمس. مباريات اليوم: سموحة يعمق جراح النادي الإسماعيلي ويفوز عليه 2-1. بيراميدز بنتيجة ثقيلة على طلاع الجيش ويفوز 3-0. ثم المقاول العرب أخيرا يلقى هديمة من نادي الزمالك 1-2.